السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في درس ترتيب الأعداد الجذرية والعمليات، وهو موجه لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. إذا الهدف من الدرس هذا هو معرفة كيفية مقارنة عددين جذريين، التعرف على خاصيات الترتيب والعمليات، ثم حل متراجعات. إذا نبدأ بواحد كبيرة، الترتيب. إذا واحد صغيرة، مقارنة عددين جذريين. ما معنى مقارنة عددين؟ إذا مقارنة عددين يعني نعرف شكون الكبير وشكون الصغير. إذا سبق لكم باش تعرفتوا نتوما على بعض طرق مقارنة عددين. مثلا إذا كان لدينا ناقص 2 و5، إذا نتوما كتعرفوا بأن الأعداد السالبة دائما تكون أصغر من الأعداد الموجبة. ناقص 2 عدد سالب، إذا ناقص 2 أصغر من 5 اللي هو عدد موجب. كذلك الأعداد السالبة ناقص 5 وناقص 7، إذا هادو عددان سالبان. كذلك تعرفتوا على أن كل ما كان العدد أبعد من الصفر كل ما كيكون صغير، وبالتالي ناقص 5 أقرب من ناقص 7 للصفر، إذا ناقص 5 راه أكبر من ناقص العدد 7. لكن إذا كان عندنا عددان جذريان، عددان فيهم الكسر، إذن شنو هي الطريقة اللي نستعملو باش نقارنو ما بين هاد العددين؟ إذا كان مثلا عندي 2 على 5 و3 على 4، إذن كيف نقارن بين العددين؟ كيفاش غادي نعرف بأن هاد العددان واش متساويين ولا ناقص هذا اللي كبر ولا العكس؟ إذا كاين واحد الطريقة اللي غادي نستعملوها، هاد الطريقة هذه هي اللي كتكلم عليها القاعدة الأولى. إذا لمقارنة عددين جذريين أو بي، هاد العددين الجذريين رمزنا لهم بأ وبي، نحدد إشارة فرقيهما. إذا لمقارنة عددين جذريين شنو كنديرو؟ كنحسبو الفرق ديالهم، كنديرو العدد الأول ناقص العدد الثاني. إذا حنا غنلقاو جوج ديال الحالات. دونك إذا كان أ ناقص بي أكبر أو يساوي صفر، فإن أ أكبر من بي، يعني إلا حسبت الفرق ولقيت بأن هذا الفرق هذا أعطاني عدد موجب أكبر من الصفر، إذن أ أكبر من بي، يعني العدد الأول أكبر من العدد الثاني. مثلا 5 ناقص، حنا غادي ناخدو حالات بسيطة ومن بعد ناخدو أمثلة. إذا 5 ناقص 2، إذن 3، إذن 3 الفرق عدد موجب، وبالتالي راه العدد الأول أكبر من العدد الثاني، يعني 5 أكبر من 2 أكبر أو يساوي. إذا كان أ ناقص ب أصغر من صفر، فإن أ أصغر من ب، ولا حسبت الفرق ولقيتو سالب. مثلا 2 ناقص 5، إذن هذه تساوي ناقص 3، إذن هذا الفرق هذا هو عدد سالب. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن هذا العدد هذا العدد الأول راه أصغر من العدد الثاني. إذا نأخذ مثال تطبيقي. إذا لنقارن بين العددين ناقص 5 و2 على 5، إذا شنو هي الطريقة اللي غادي نديرو؟ غادي نديرو كما قلنا الفرق. إذا لدينا 2 على 5 ناقص العدد 7. إذا نوحد المقامات، المقام الموحد هو 5، إذا 5 ناقص 7، إذا كنضربو في 5، إذا نضرب تحت الفوق 5، إذا 2 على 5 ناقص 35 على 5. إذا إذا حسبنا غادي نلقى 2 ناقص 35 على 5، إذا 2 ناقص 35 تساوي ناقص 33 على 5. إذا حددنا الفرق ولقيناه كداير سالب، يعني الفرق هذا هو عدد سالب. إذا اش كنقولو؟ إذا 2 على 5 ناقص 7 أصغر من الصفر، إذا حسبنا هذا الفرق ولقيناه أصغر من الصفر، ومنه إذا ملي كنلقاوه أصغر من الصفر كيكون العدد الأول أصغر من العدد
الثاني ومنه 2/5 أصغر من العدد 7. الحالة الثانية كذلك لنقارن عددان كسريان، إذا دائما كنديروا الفرق. هنا يمكن لي ندير الفرق اللي بغيت، يمكن لي ندير 7 على 8 ناقص 11 على 3، ويمكن لي ندير 11 على 3 ناقص 7 على 8. إذا كلا الطريقتين صحيحتين. إذا 11 على 3 ناقص 7 على 8. إذا نوحد المقامات. إذا المقام الموحد هو 3 في 8، إذا 3 في 8 غتجينا 24. إذا هنا كذلك 11، إذا 11 كنضربها، كنضرب 3 في 8 وكنضرب 11 في 8، 11 في 8 هي 88. كذلك هنا كنضرب 3، كنضرب 8 في 3، إذا خصني نضرب 7 في 3، إذا 7 في 3 هي 21. إذا 24، هنا كنحسبوا الفرق، 88 ناقص 21، إذا 67. إذا الفرق لقيناه موجب. إذا بما أن 11 على 3 ناقص 7 على 8 لقينا عدد موجب، يعني أكبر أو يساوي الصفر. إذا هذا الفرق هذا لقيناه أكبر أو يساوي الصفر، فإن ماذا؟ العدد الأول أكبر من العدد الثاني، يعني 11 على 3 هذا العدد أكبر من أو يساوي 7 على 8. إذا هذه الطريقة لمقارنة عددين جذريين. الآن دابا غادي نشوفوا الترميز، يعني هذا الرمز هذا اش كيعني. يعني كتشوفوا بأنه كاين رمزين، كاين الرمز بحال هذا وكاين الرمز اللي كيكون فيه تساوي. إذا شنو كنعنيو بهذا الرمز هذا؟ إذا هذا الترميز هذا يعني يمكن نقولوا أ أصغر بي، يعني أن أ أصغر قطعا من بي، وأ تخالف بي، ويقرأ أ أصغر قطعا من بي. إذا نقول مثلا 3 أصغر قطعا من 4. ما معنى هذا؟ يعني أن 3 لا يمكن أن تساوي 4، يعني ميمكنليش ندير مثلا 3 أصغر من 3، يعني هنا لأن 3 راه تساوي 3. إذا الكتابة غير صحيحة. الرمز الثاني، الترميز الثاني هو اللي كنلقاو فيه واحد تساوي، يعني كتلقاو أصغر ولكن كاين واحد تساوي هنا. إذا هذا كيقرا دايما الرمز كنقراوه من اليسار إلى اليمين، أ أصغر من أو تساوي بي، يعني أن أ أصغر قطعا من بي، و أ أو أ تساوي بي. هنا كاين جوج ديال الاحتمالات، يعني أ إما أصغر قطعا أو تساوي بي، ويقرأ أ أصغر من أو تساوي بي. مثلا 3 أصغر من أو تساوي 5. إذا هنا شنو كتعني؟ كاين أن 3 راه إما أصغر قطعا من 5 أو 3 تساوي 5، يعني يكفي يكون شرط واحد من هادو محقق. إذا حنا لدينا 3 أصغر قطعا من 5، وبالتالي هاد الكتابة صحيحة. 3 أصغر من أو تساوي 3، يعني هاد الكتابة صحيحة ولا خاطئة؟ إذا شنو كتعني أصغر من أو تساوي؟ تعني أن 3 راه إما أصغر قطعا من 3 أو 3 تساوي 3. طبيعة الحال 3 ميمكنش تكون أصغر من 3 لأنها متساويين. إذا هذه ما صحيحاش ولكن هذه صحيحة. إذا هذه الكتابة هذه راها صحيحة، 3 راها أصغر من أو تساوي 3، ولكن هنا ميمكن ليش ندير 3 أصغر قطعا من 3. إذا هذا الترميز نتمنى شي يكون واضح. الآن دابا غادي ندوزو للمتفاوتة. دونك عندنا المتساوية وعندنا متفاوتة. إذا متفاوتة شنو هي؟ في المتساوية كنديرو تساوي عدد كيساوي عدد، في المتفاوتة ما كتبقاش هاد التساوي، كتولي أصغر من إما أصغر قطعا أو أصغر أو تساوي. إذا هذه هذا الرمز هذا هاد الترميز كيتسمى متفاوتة. إذا أ و ب عدد الجذريان، كل كتابة على شكل إما أصغر أ أصغر من أو تساوي ب، أو أ
أكبر تساوي بي تسمى متفاوتة، أو بي يسميان طرفي المتفاوتة. راه ممكن تكون أ أصغر قطعا من بي، وممكن كذلك تكون أ أكبر قطعا من بي. إذن هاد الأشكال الأربعة يتسموا متفاوتة، يعني إنيغاليتي. كاين إيغاليتي متساوية وإنيغاليتي متفاوتة. إذا غادي نشوفو الترتيب والجمع، إذا نبدأ بالخاصية، يعني الترتيب واش كيأثر عليه الجمع أو ما كيأثرش. إذا أ و بي وكأعداد جذرية، إذا كان أ أصغر من بي فإن أ زائد ك أصغر من بي زائد ك. نعطيكم مثال، إذا ناخدو 3 أصغر من 4، أصغر من أو تساوي 4. يعني إلا ضفنا شي عدد من طرفي المتفاوتة، دونك هادو كيتسموا طرفي المتفاوتة، هذا الطرف الأيسر وهذا الطرف الأيمن. إلا ضفنا مثلا العدد 5 إلى طرفي المتفاوتة، 4 زائد 5. إذا كانت عندنا هاد الكتابة هذه، فيمكن لي نضيف واحد العدد الطرفين المتفاوتة بدون الترتيب ما يتغير، دائما كتبقى عندي أصغر من أو تساوي. إذا هذا فيما يتعلق بالجمع. إذا ناخذ واحد التمرين تطبيقي باش يمكن لكم توضح لكم الصورة. إذا أ و بي عددان جذريان بحيث، إذا عندنا أ ناقص 5 أصغر من بي، هذه متفاوتة، هذا الطرف الأول المتفاوتة وهذا الطرف الثاني. الطرف الأول أو الطرف الأيسر فيه أ ناقص 5 أصغر من، والطرف الأيمن فيه العدد بي. إذا بين أن أ ناقص 3 أصغر من أو تساوي بي زائد 2، بين أن انطلاقا من هاد الشرط اللي عندي، دونك انطلاقا من هاد المعطيات اللي عطيني. إذا لدينا أ ناقص 5 أصغر من بي. إذا هنا عندنا، لاحظوا معايا، هنا عندنا بي ولكن هنا عندنا بي زائد 2. إذا شنو هو العدد اللي غادي نضيفه للطرفين المتفاوتة باش نحصل على هاد المتفاوتة هذه؟ إذا هو العدد 2. إذا يعني أ ناقص 5 زائد 2 بي زائد 2. إذا شنو درنا؟ أضفنا العدد 2 إلى الطرفين المتفاوتة. إذا الترتيب راه لا يتغير، دائما كيبقى عندي أصغر، دائما كيبقى عندي الطرف الأيسر أصغر من الطرف الأيمن. إذا أ ناقص 5 زائد 2 ناقص 5 زائد 2 هي ناقص 3 بي زائد 5. إذا هذه هي النتيجة المطلوبة. الآن دابا الخاصية الثانية، أ و بي و سي ودي أعداد جذرية، إذا كان أ أصغر من أو تساوي بي و سي أصغر من تساوي دي فإن أ زائد سي أصغر من تساوي بي زائد دي. يعني إذا كان عندنا واحد المتفاوتتين، هذه المتفاوتة الأولى وهذه الثانية، فإذا جمعت أ و سي، أ زائد سي راح كتكون أصغر من أو تساوي بي زائد دي. نعطيكم شي مثال يكون بسيط. إذا 5 أصغر من 7 و 3 أصغر من 10. إذا إلى درس 5 زائد 3 راه أصغر من 7 زائد 10، يعني الطرف الأيسر زائد الطرف الأيسر أصغر من الطرف الأيمن زائد الطرف الأيمن. تمرين تطبيقي أو بعدد جذريان بحيث، إذا لدينا المتفاوتة الأولى أ زائد 3 ناقص 4، والمتفاوتة الثانية جوج بي ناقص 1 أصغر من 1 على 2. إذا السؤال يقول بين أن، إذا دائما بين أن انطلاقا من هذه المعطيات هذه، يعني دائما كنطلقوا من هذه المعطيات. إذا بين أن جوج بي زائد أ زائد 7 زائد 2 أصغر من ناقص 7 على 2. إذا شنو غادي نديرو حنا؟ فغادي نستغلو هاد، نطبقو هاد الخاصية هادي. إذا لدينا متفاوتتين هما هادو، هادي المتفاوتة الأولى هادي الثانية، شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد الطرف هذا
زائد هذا الطرف هذا، أصغر من يساوي هذا الطرف هذا زائد هذا. إذا لدينا، إذا نعلم أن جوج بناقص واحد صغر من واحد على جوج، هذه المتفاوتة الأولى، و أ زائد ثلاثة صغر من ناقص أربعة، هذه المتفاوتة الثانية. إذا هذا الطرف هذا جوج بناقص واحد زائد هذا الطرف هذا أ زائد ثلاثة أصغر من هذا الطرف هذا اللي هو واحد على جوج، زائد الطرف التاني اللي هو ناقص أربعة. إذا نبسط، إذا جوج بي زائد، إذا هنا كنبدلو الترتيب، زائد أ، إذا ناقص واحد زائد ثلاثة، إذا واحد على جوج زائد ناقص هي ناقص أربعة. إذا كنوحدو المقامات، هنا يمكن لي نقسم على واحد، إذا المقام موحد، إذا جوج بي زائد أ ناقص واحد زائد ثلاثة، إلى حسبناهم غتعطيني العدد اثنان. إذا واحد على جوج، المقام موحد هو العدد اثنان، إذا ضربنا في واحد في اثنان خصنا نضرب أربعة في اثنان، إذا ثمانية. إذا جوج بي زائد أ زائد اثنان، إذا واحد ناقص ثمانية هو ناقص سبعة على اثنان. إذا هذه هي النتيجة المطلوبة. الآن دابا الترتيب والضرب. إذا خاصية، إذا قبل من الخاصية لاحظوا معايا، فمن كيكون عندي مثلا ثلاثة أصغر من خمسة، إلا ضربنا هاد الطرفين المتفاوتة في شي عدد سالب، واش الترتيب غيتبدل أو ما غيتبدلش؟ نضربو مثلا ناقص اثنان في ثلاثة، ناقص اثنان، ناقص اثنان في خمسة، إذا ناقص اثنان في ثلاثة هي ناقص ستة، وناقص اثنان في خمسة ناقص عشرة. إذا إلا قارنا ما بين ناقص ستة وناقص عشرة، فغلقوا بأن ناقص ستة أكبر من ناقص عشرة. لماذا؟ لأن ناقص ستة هما عددا سالبا، وناقص ستة هو العدد الأقرب من الصفر من ناقص عشرة. إذا هنا ماذا نلاحظ؟ يعني ما ضربنا في عدد سالب، الترتيب تبدل، إذا ما بقاش أصغر ولات أكبر. ولكن إذا ضربنا في عدد موجب، إذا ضربنا في ثلاثة، إذا ضربنا في اثنان ما ضربناش في ناقص ثلاثة، إذا شنو غنلقاو؟ ستة، هنا نلقاو عشرة، إذا ستة أصغر من عشرة. إذا في العدد الموجب الترتيب ما كيتبدلش، ولكن ملي كنضربو في عدد سالب الترتيب كيتغير. هذه مسألة مهمة خصكم تضبطوها. إذا نقراو القاعدة، أو بي وكعدد جذرية، إذا كان أ أصغر من بي وكعدد موجب، فإن إذا ضربنا في واحد العدد موجب الترتيب لا يتغير، دائما كيبقى عندنا أصغر من، دائما كيبقى الطرف الأيسر أصغر من الطرف الأيمن. في الحالة الثانية، أ أصغر من تساوي بي وك أصغر من صفر، يعني عدد سالب، فإن إذا ملي كنضربو في واحد العدد سالب الترتيب كيتغير، كانت عندنا أصغر ولات أكبر. إذا نأخذ تمرين تطبيقي للتوضيح. أو بعدد جذريان، بحيث إذا المتفاوتة الأولى أ أصغر من تساوي واحد على جوج، والمتفاوتة الثانية ب أصغر من تساوي ناقص ثلاثة على جوج. إذا السؤال يقول استنتج جوج أ وناقص ستة بي. إذا لدينا أ أصغر من واحد على جوج، وجوج أكبر من الصفر. إذا حنا باش نلقاو جوج أ شنو خصني نضرب؟ خصني نضرب في العدد اثنان. إذا مادام العدد اثنان عدد موجب فالترتيب لا يتغير. إذا اثنان، اثنان في أ أصغر من تساوي اثنان في واحد على اثنان، أي إذا اثنان في أ هو اثنان أ أصغر من اثنان في واحد على اثنان، إذا هي اثنان على اثنان كتعطينا العدد واحد. الحالة الثانية، لدينا ب أصغر من ناقص ثلاثة على جوج، وناقص ستة عدد سالب، إذا حنا شنو خصنا؟ خصنا نلقاو ناقص ستة ب، إذا غنضربو في العدد ناقص ستة، والعدد ناقص ستة عدد سالب،
إذا الترتيب لا يتبدل، هيكون أصغر هيرجع أكبر أو يساوي، إذا ناقص 6 في ناقص 3 على 2، إذا ناقص 0 به ناقص 6 ب، ناقص 6 في ناقص 3 على 2، إذا انتبهوا هنا راه كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام، إذا ناقص 6 في ناقص 3 ناقص في ناقص موجب، إذا هي 18 على 2، و18 على 2 كتعطينا بعد الاختزال بالعدد العدد 2 كيبقى لنا العدد 9، إذا هذه هي النتيجة المطلوبة.